عليكم، مرحبا بكم معنا في درس جديد. كنتمنى يكون الجميع بألف خير. هذا الدرس غنتعلمو فيه مجموعة من السيلاب، يتمكن من خلالها الطفل تعلم القراءة اللغة الفرنسية جيدا. إن شاء الله تابعوا معنا الفيديو حتى الآخر باش تعلموا جميع السيلاب اللي غنعطي في هذا الفيديو. نبداو عندنا هنايا السيلاب نيو نيه نيه. مون شيان ا كوري دون لا مونتاني. جي مع ان قروا نيه، جي مع ان تنطق نيه. مونتاني إل سيني. جي بني سا بات دان دو لون كلير. ني ني نيا نيون نيو نياغ. نعاودو هاد لي سيلاب المهمين باش ملي كيجيو في الكلمة تعرفو تشركو. ممكن بعض الأطفال كيقراوها جن أو لكن مكيعرفوش هاد هاد الجمعين تنطق ني. من خلال هاد الدرس غيتمكنو من تعلم هاد السيلاب نيو نيي، لأن هذه اي نيي نيا افيك ا افيك اون نيو افيك او نيو افيك ار نيار. دي ما تقراش لأن دي في آخر الكلمة. عندنا مجموعة من الكلمات باش ندربو أكثر على النطق ديال لو سيلاب ني. نبداو عندنا لافيني. هنا كل كلمة عندنا فراغ بين كل لو سيلاب، يعني لا في ني لافيني. في افيك اي في ني قرينا سكون لأن أو في آخر الكلمة تنطق على أساس السكون، ما كتحكمش في الحرف. أما إذا جاء في الأول الكلمة أو في الوسط الكلمة كنقراوها ني، أو إذا كان في الأول ني أو في الوسط ني، لكن في آخر الكلمة ني أساس السكون لأن أو في آخر الكلمة لا تنطق. ني لا فيني لا ليني لا ليني لا ليني لا مونتاني لا مونتاني لا مونتاني. ان بيني ان بيني ان بيني. نيا اون سينياتور. كلمة كاملة اون سينياتور، لكن هاد الفراغ بين كل سيلاب. اون سينياتور une signature une baignade une baignade. nier ma et nier et là elle avec
أ كنشركو إلا إلا إيتي سواني إلا إيتي سواني هنا لاحظنا عندنا إي تي إل أ إي تي يعني ملي كنقراو الكلمة نشركو إلا إيتي إلا إيتي سواني سواني غني سي بني غني غني سي بني بني نيو ان انفون مينيو نيو مينيو ان شامبينيو شامبينيو ان نوا نيو ان نوا نيو نيو ان بيتي انيو ان بيتي انيو تو نوفو تو بون نيار ان مونتانيار ان مونتانيار دي ما تنطقش لان حرف لي كونسون اللي كيكونوا في اخر الكلمه اغلبيه لي كونسون ما كتقراوش. عندنا درس في القناه ديال الحروف اللي كيجيو في اخر الكلمه ما كتنطقوش, يمكن لكم ترجعوا للدرس, انا هخلي الرابط ديالو في صندوق الوصف وتعرفوا على الحروف اللي كيجيو في اخر الكلمه وما كننطقوهمش والحروف اللي كيجيو في اخر الكلمه وكتنطقوا. الا لا كان او في اخر الكلمه, مثلا هنايا عندنا او كنقراو بنياد تنطق دي مع او في اخر الكلمه تنطق بنياد, لكن هنا كيكون لي كونسون في اخر الكلمه مونتانياغ ان مونتانياغ ان كومبانياغ ان كومبانياغ. عندنا هاد لي فويل اي 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 وحتى هاد لي فويل كتقرا اي مثل هاد الفويل هذا اي يعني عنده ثلاثه ديال الكتابه مختلفه اي 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 ليكوغي لا في تي في غي دي سي في تي افيك اي تي اف افيك اي في ار افيك اي غي. تحكم في لي كونسون بحال اللي كنطقو لي فويل كنطقو لي كونسون اللي معاه دي اس افيك اي سي في افيك اي في اي اي. الكلمة لطغوي اي افيك ار غوي لطغوي ل سي ل سي de la porte le seuil de la porte le fauteuil le fauteuil le fauteuil le portefeuille le port
le porte, le portefeuille, le portefeuille, le portefeuille. هنا عندنا فويل اي 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 اون ترافاي لو سولي بري هنا اي 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 هادو كاملين فويل ما كتنطقوش ال ولا ال ولا ال أغلبية التلاميذ كنطقوهم على هاد الطريقة هادي غلط اي هذا فويل اي 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 مع الكلمة كتنطق على هاد الأساس او طغافاي لو سولي بغي لو سولي بغي لا جون في سي ميغي سي ميغي إل ترافاي دون لافيني أون ترافاي لو سولي بغي لا جون في سي ميغي ميغاي إل ترافاي دون لافيني افيك في فاي اي افيك في فاي افيك ار غاي افيك تي تاي افيك بي باي افيك في في افيك بي بي اي اي في بي سي غي افيك اس افيك ار سي غي فاي غاي تاي باي في بي سي غي اي لو ترافاي دو لاي لو بيتاي لو بيتاي لي غاي دو طغا اي كتنطق بحال هاد الفويل هذا اي اي لا باي جو ترافاي لا باتاي جو تاي لو ترافاي La paille de l'ail, je travaille, le bétail, la bataille, les rails, je taille du train. Aïe, aïe, c'est notre mettre le bâton. Aïe, le soleil, le réveil. J'ai sommeil, un conseil, m'éreille, une abeille, une oreille, elle se réveille. كنتمنى من خلال هذا الدرس تكونوا تعلمتوا مجموعة من الفويل ومجموعة من السيلاب اللي تخليكم تقرأوا النص بطريقة جيدة إن شاء الله.